استراتيجية الدكتور غازي فيصل، أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني بعد إغلاق ملف تعويضات الكويت وخروج العراق من الفصل السابع، هل يرسم ذلك مستقبلا واعدا لمكانة العراق بين الدول؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا. نعم بالتأكيد، مثل ما تفضلت بالتقارير اللي عرضت وبالتفاصيل المهمة اللي تفضلت جنابك بشرحها حول الفصل السابع والبنود المتعلقة بالجهود الدبلوماسية، الحصار الاقتصادي، القوة، استخدام القوة. الفصل السابع وحده هو الذي يجيز استخدام القوة من أجل تحقيق أهداف ولاية مجلس الأمن الدولي لضمان الأمن والسلم والاستقرار في العالم. لهذا السبب أنا أعتقد اليوم وبعد كل هذه المعاناة من 1990 لليوم وما عاش العراق من حروب وأزمات وحصار اقتصادي وفرق تفتيش والنفط مقابل الغذاء و2003 وما تبعتها مثل ما لاحظنا تقاريركم من أيضا دمار شامل للبنية التحتية في العراق، الضحايا داعش، الإرهاب، العنف. اليوم نعيش ظاهرة خطيرة تتعلق بالجريمة المنظمة، المخدرات، ارتفاع معدل استهلاك المخدرات أكثر من 50% عند الشعب العراقي، تهريب النفط من البصرة من القيارة، تهريب السلع إلى آخره من التفاصيل اللي أصبحت معروفة للرأي العام. إذن هذه الخطوة اليوم تحتاج فعلا إلى حكومة وطنية عراقية تمتلك قدرات، خبرات، كفاءات لإنقاذ العراق فعلا من الفساد المالي، الفساد الإداري، الفساد السياسي، تقويض سلطة المحاصصة الطائفية وتقسيم النفوذ والمصالح الذاتية والشخصية للأحزاب والقيادات والذهاب إلى بناء اقتصاد وطني عراقي. اليوم العراق وارداته فقط من النفط أكثر من 100 110 120 130 مليار دولار، وهذا مبلغ يعني جدا مهم من أجل تطوير قدرات اقتصاد العراق. واستطاعت الحكومة خلال الفترة السابقة عبر هذه الواردات من مواجهة جانب من العجز المالي وجانب من الديون الخارجية مع وجود واستمرار الدين الخارجي والداخلي. اليوم طيب دكتور، يعني عفوا على المقاطعة دكتور غازي، يعني ما مدى تأثر خروج العراق من الفصلين السادس والسابع؟ هل سيكون له انعكاسات يعني إذا أردنا إيجابية على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن الأموال كانت تستقطع يعني من واردات النفط للكويت؟ هو في الواقع الفصل السادس لم يستخدم في العقوبات على العراق إطلاقا، والفصل السادس هو فصل غير ملزم للدول. يعني مثل ما إسرائيل صدر أكثر من 85 قرار من مجلس الأمن الدولي ضمن الفصل السادس، وبالتالي هو غير ملزم لا لإسرائيل ولا للدول في العالم، لكن إلى جانب اعتباري فقط. الفصل السابع لا، الفصل السابع ملزم للمجتمع الدولي، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، ملزم في حالة الحاجة إلى تشكيل تحالف دولي عسكري، القيام بالحرب إذا استدعت الضرورة، وكل التفاصيل اللي عشناها في العراق عبر الفصل السابع. تحرير العراق اليوم من العقوبات عموما، يعني عقوبات اقتصادية، العسكرية، السياسية، الاجتماعية، التكنولوجية، تتذكر جنابك يعني حتى أقلام الرصاص منعت أو منع العراق من استيراد أقلام الرصاص على اعتبار أن هذه الأقلام ممكن تدخل في صناعة العراق، صناعات الحربية وقنابل وإلى آخره، الكمبيوترات وكثير من التفاصيل. اليوم العراق أصبح حر، يعني بإمكانه يستورد ما يشاء، يبني صناعات مختلفة الاتجاهات، مدنية، عسكرية، يشتري أسلحة، يعزز منظومة الدفاع الجوي، الرقابة، السيطرة، القيادات، التسليح، التدريب إلى آخره. إذن اليوم العراق دولة في المعايير الدولية أصبح مستقلة، لأن القرارات الدولية ضمن إطار الفصل السابع هي قرارات يعني تضع العراق في مجال نطلق عليه منقوص السيادة، منقوص السيادة بمعنى منقوص الاستقلال والقدرة على بناء. طيب دكتور، يعني الوطني. نعم. إذا أردنا قانونيا، من أين يبدأ العراق بمشوار يعني استعادة الأموال المجمدة في البنوك العالمية؟
يعني ابتداء المفروض مثل ما شفنا يعني اليوم لا يوجد رقم واضح، ممكن البنك المركزي بالتأكيد يعرف تماما ووزارة المالية تدرك أين هي الأموال اللي موجودة في البنوك الأمريكية قبل الحظر في 1990، الموجودة في بنوك اليابان، في البنوك الأوروبية، الفرنسية، بريطانيا إلى آخره من دول العالم، وحتى ممكن موجودة بعض في الدول الآسيوية، ممكن في ماليزيا، ممكن في تركيا، أنا ما أعرف بالضبط. لكن البنك يعني ممكن البنك المركزي العراقي خاطب مثلا؟ بالتأكيد اليوم هي الأموال اليوم عندما يرفع الحجز عنها عادة أموال حرة، ممكن البنك المركزي يتصرف بها كما يشاء، يعني تحويلات بعقود باستثمارات بالخارج بالداخل، هي أموال عراقية. يعني مثل ما يحصل اليوم مع إيران عندما يرفع الحظر على أموالها المجمدة، إمكان إيران تستخدم هذه الأموال في مختلف الاتجاهات، هي أموال حرة. ونفس الشيء اليوم بالنسبة للعراق، وذكر هناك أكثر من 80 دولة بالعالم خاضعة للحصار الاقتصادي بأشكال المختلفة. العراق اليوم تحرر من قيود وقواعد هذا الحصار القاسي اللي مر به. طيب دكتور، يعني كيف يؤثر الخروج من الفصل السابع يعني على ملفات أخرى مثل الدينار العراقي وأيضا الجواز العراقي؟ يعني هي النظرة للعراق أو العلاقة اليوم مع العراق، يعني علاقات أوروبا مع العراق، مصالح الشركات، مصالح الدول الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافة، الاتفاقيات اللي عقدها العراق مع الدول في مختلف دول العالم، يعني أوروبا، أمريكا، روسيا، الصين، دول آسيوية، دول أفريقية غيرها، للعراق مصالح كبرى. يعني العراق كان هناك شركات لصيد الأسماك مع الدول الأفريقية، هناك مصفات للنفط الصومال، هناك في مزارع الصومال للموز، هناك استثمارات عراقية عملاق. فالاستثمارات العراقية، الأموال العراقية موجودة على الصعيد العالمي، بإمكان العراق أن يطور هذه القدرات. إذن القدر اللي ترتفع به المصالح المشتركة بين العراق والمجتمع الدولي ودول العالم، بالتأكيد ستتعزز النظرة تجاه العراق، تجاه جواز السفر، تجاه العقود. لكن في نفس الوقت يجب مثل ما أشارت تقاريركم، مسألة التهديدات الأمنية أخطر ما يتعرض إلى الاستثمارات والدول والنظرة إلى العراق هي التهديدات الأمنية بسبب الميليشيات والكتائب المسلحة المنفلتة والسلاح المنفلت، والتهديد اللي تتعرض إلى الشركات، يعني الشركات الصينية بميسان قبل أيام. إذن دكتور غازي، المشوار يعني المشوار طويل جدا. بالضبط. مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. يا مرحبا.